قبل إلقاء العرض المخصص بمناسبة افتتاح النسخة 11 من الحملة التأسيسية بالوسط المدرسي. على أي التدخلات المتوقفة؟ أو سلوكية مشينة وأكتمها لنفسي. ربيع المغراوي مدير الثانوي الإعدادي 11 يناير التي تحتضن هذا الموسم الحفل الافتتاحي للنسخة 11 الأمن بالوسط المدرسي التي اختير لها كشعار الأمن المدرسي مسؤولية الجميع. لهذا الحملة لها عدة أهداف تربوية ووقائية، نذكر من بين الأهداف التربوية الحفاظ على محاربة السلوكات المشينة بالوسط المدرسي من خلال تقديم مجموعة من الحملات التحسيسية لفائدة التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور وكذا الأطر التربوية بالمؤسسة التعليمية، وكذلك من خلال لها أهداف وقائية حيث تقوم كافة المصالح الأمنية بعدة دوريات في محيط المؤسسة التعليمية من أجل الحفاظ على الأمن بالوسط المدرسي ومحاربة كافة أشكال السلوكات المشينة التي قد تحيط بالمؤسسات التعليمية. الجهودات التي نقوم بها داخل المؤسسة التعليمية هو نقوم بعدة حملات تحسيسية أولا، ثم نقوم بعملية وقائية استباقية من خلال ترصد كافة يعني الأشكال التي يمكن أن تكون تسيء بالوسط المدرسي من خلال محاربة أشكال يعني كالمخدرات كالعنف، كل هذه الأشكال التي يمكن أن نحاربها بالوسط المدرسي من خلال التوعية ومن خلال كذلك القيام يعني بالوقوف على مختلف الأشكال التي قد تؤثر سلبا على التلميذات والتلاميذ بالفضاءات المدرسية. تحت شعار الأمن المدرسي مسؤولية الجميع تحتضن اليوم الثانوية 11 يناير الإعدادية بمديرية أكادير دوتنان الافتتاح الحملة التحسيسية النسخة 11 من الحملة التحسيسية للأمن بالوسط المدرسي مع شريكنا الاستراتيجي اللي هو ولاية الأمن ديال أكادير. فبالنسبة لهذه الحملة ملي كنقولوا اليوم في النسخة 11 فكان نسجلوا بكل ارتياح تراكمات إيجابية اللي امتدت لأكثر من 11 سنة على مستوى هذه الحملة التحسيسية بالأمن في الأوساط المدرسية واللي كتناول تباعا مختلف المواضيع والتيمات اللي كتهم الأسرة المغربية وكتهم التلميذ المغربي وكتهم المدرسة المغربية، لا من حيث محاربة الظواهر ديال ترويج المخدرات، الجريمة الإلكترونية، محاربة العنف بالوسط المدرسي، محاربة التحرش الجنسي إلى غيرها من السلوكات من الجرائم خصوصا ما يتعلق بالتطور كتعرفوا التكنولوجيا على مستوى العالمي. فالتقييم ديالنا لهذه الحملات اللي دازت على امتداد أكثر من 10 سنوات فهو تقييم إيجابي جدا، وهذا حسب تقييم ديال شهود عيان اللي هما المرتفقين للمؤسسة التعليمية من تلميذات من أسر من أطر تربوية، واللي بالتالي حتى العملية ديال الإشراك تتم اليوم كنشتغلوا على برامج تمتد على موسم دراسي كله وكنشتغلوا على برامج بشراكة مع المؤسسة التعليمية بحيث كتقترح المؤسسات من خلال التلاميذ والأطر ديالها حتى المواضيع اللي لأنه بعض المؤسسات كتكون عندها خصوصيات إلى غير ذلك، وبالتالي كيتم التفاعل مع المواضيع المقترحة.